جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما مدى صحة الحديث النبوي الذي يقضي بجواز ظهور وجه المرأة ويديها عند خروجها من منزلها؟ لا يصح في هذا حديث، بل الأحاديث الصحيحة والأدلة الصريحة أنه يجب على المرأة ستر وجهها وسائر جسمها عند الخروج من منزلها، وعندما تكون بحضرة رجال غير محارم لها أن تستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه، فإنه أشد العورة، محط الزينة ومحط الأنظار. والله جل وعلا يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وإدناء الجلباب معناه إضفاء الثوب على الوجه حتى لا يبدو منه شيء. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والمراد بالخمار غطاء الرأس، أمرت بأن تسدله على نحرها، فلا بد أن يكون مارا لوجهها ومغطيا لوجهها. وأيهما أولى بالستر، النحر أو الوجه؟ إن الوجه أشد فتنة. وكذلك في حديث عائشة قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، إلى غير ذلك من الأدلة. وأما الحديث الذي يفهم منه إباحة كشف الوجه وهو حديث أسماء، فهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة، وفيه علل أضعفته جدا ولا يصلح للاحتجاج. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، يتردد بعض الناس في هذا الموضوع نتيجة ما يقرأ عن بعض طلبة العلم المعاصرين والمهتمين بعلم الحديث من هذا الأمر، فيقول إن كشف الوجه والكفين جائز، ويستدل على ذلك بأدلة. لعل لفضيلة الشيخ من تعليق على هذا، جزاكم الله خيرا. كل يوخل من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن قال قولا أو رأى رأيا فلا بد أن يعرض على الدليل، فإن كان له دليل صحيح صريح من كتاب الله وسنة رسوله أخذ به، وإن لم يكن له دليل فإنه يرد على قائله ولا يؤخذ به. ومن جملة ذلك قضية ستر الوجه، فمن قال بإباحة كشف الوجه فإنه ليس معه دليل، بل الدليل يخالف قوله، والواجب على المسلمين الأخذ بالدليل. نعم.